حكمت المحكمة بضم الصغيرة هنا عبد الله وفائي إلى حضانة أم الأم السيدة أمينة عبد السميع السيد، وألزمت المدعي عليهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة. رفعت الجلسة. حبيبة تعالي اركبي معايا. مامي اركبي معانا احنا. حاضر. اطلع يا احمد. ايوه كريم، ازيك؟ يا مان الدوشة دي، ومالك متعصب كده ليه؟ لا مفيش، احمد كسب قضية ضم هنا وخدها مننا. ايه؟ انا هتجنن ومش عارف اتصرف ازاي. طب وحبيبة؟ حبيبة سابتني وراحت معاهم، مشيت معاهم. طب بقولك ايه، اهدى بس كده لحد ما نتقابل بالليل عن طارق ونشوف هنعمل ايه. اهدى؟ ماشي يا كريم ههدى. سلام. تفتكر صح اللي حصل ده؟ على الأقل عشان خاطر هنا كنا استنينا حكم النيابة. أنا خدت هنا يا حبيبة، بس أنا ما أقدرش أشوفك عايشة في خطر. أنت أختي. مفيش خطر ولا حاجة يا أحمد. طب على الأقل لحد ما المحكمة تحكم وتعرف مين القاتل تعالي عيشي معانا. يا حبيبة أنا مش بضغط عليكي، بس أنا بصراحة خايف عليكي أوي. حبيبي الموضوع مش محتاج تفكير. الحمد لله ان انت ما خلفتيش منه. انا ما كنتش عارف كان هيحصل لنا ايه لو كنت خلفتي منه، بس الحمد لله انا دلوقتي معانا وعايشه في وسطنا. ايوه يعني هو صحته كويسه يقدر يتكلم يعني عادي؟ انا لسه جايه من عنده، الحمد لله عدت على خير. والنبي يا عمر سامحه عشان خاطري. ماشي، انا عندي مشوار شغل كده هخلصه وبعدي في المستشفى. انت فين؟ انا في الاستوديو بظبط شويه شغل. طب انا عايز اشوفك يا ليلى. خلاص نتقابل في اللاونج بار بالليل. ماشي سلام. باي. تيتا وحشيني قوي، وحشيني قوي يا حبيبتي. ازيك يا ماما؟ الحمد لله. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. ازيك يا ماما؟ الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله. مالك؟ ولا حاجه، اللي حصل حصل وخلاص. ربنا يستر ويعدي عمر الحكايه دي لاخوكي على خير. ماما ايه؟ خلي تعالي نلعب بلاي ستيشن. تعالي يلا يلا. الا صحيح انت سبت جوزك يروح لوحده؟ امال كنت عايزاني اسيب هنا؟ هنا معانا هنا، انما جوزك لوحده محدش عارف هو بيفكر في ايه دلوقتي. والله يا بنتي يا حبيبتي انا قلت لاحمد بلاش حكايه القضيه دي من الاول، ربنا يستر. مش عايزين مشاكل مع عمر. انا والله يا ماما ما بقتش قادره استحمل خلاص. انا في ايه ولا في ايه؟ ليه؟ ليه بيحصل لي كل ده يا ربي؟ ليه؟ ليه بس؟ استغفر ربنا يا حبيبتي، استغفري ربنا. استغفر الله العظيم. استهدي كده بالله وكل شيء هيتعدل ان شاء الله. ان شاء الله كل شيء هيتعدل. ان شاء الله. بس يا حبيبتي، ربنا يسترها يا حبيبتي.
معلش انا لازم انزل اروح المستشفى. طيب يا حبيبي مع السلامه. حبيبه فكري كويس، بنتك محتاجه لك. مع السلامه حبيبي، خلي بالك على نفسك. مع السلامه. الله يسلمك. استهدي بالله يا حبيبتي، استهدي بالله، لا حول ولا قوه الا بالله.